يا وليه كمان هنا وليه يا حسدونا اللي فوتنا فرحتنا قدو هربينا يا وليه يا عجل هنا وليه احلى ديديكاس احلى سلطانة بلوغات. النجاح ملك لمن يدفع الثمن، كن منظما ومستقيما في حياتك وستكون فائق النجاح في عملك. وسر النجاح في الحياة هو أن تواجه مصائبها بثبات الطير في ثورة العاصفة. أعشق النجاح ولذلك أسعى إليه دائما وأحلم فيه أني أسارع دائما بعد كل نجاح أحققه إلى السجود شكرا لله سبحانه. وكان حي ديجيتالو في هذا المنبر وغادي نقول لكم السلام عليكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله اللي غادي يكون مفاجأة للجميع.